فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب لم يمحه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب فاسمع هديت نصيحة أولاكها بر نصوح للأنام مجرب صحب الزمان وأهله مستبصرا ورأى الأمور بما تؤوب وتعقب لا تأمن الدهر الخؤون فإنه ما زال قدما للرجال يؤدب وعواقب الأيام في غصاتها مضض يذل به الأعز الأنجب فعليك تقوى الله فالزمها تفز إن التقي هو البهي الأهيب واعمل بطاعته تنال منه الرضا إن المطيع له لديه مقرب واقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب فإذا طمعت كسيت ثوب مذلة فلقد كسيت ثوب المذلة أشعب وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره إن لاقيته متبسما فالليث يبدي نابه إذ يغضب إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب واختر قرينك واصطفيه تفاخر إن القرين إلى المقارن ينسب واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إذ أذنبوا ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظك فالمرء يسلم باللسان ويعطب والسر فاكتمه ولا تنطق به إن الزجاجة كسرها لا يشعب وكذاك سر المرء إن لم يطوه تنشره ألسنة تزيد وتكذب
لا تحرصان فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب ويظل ملهوفا يروم تحيلا والرزق ليس بحيلة يستجلب كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب ورع الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب لك مكسب وإذا أصابك نكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلما لا ينكب وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب كن ما استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير من الورى لا يصحب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب وإذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المذهب فارحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويوهب فالنصح أغلى ما يباع ويوهب.